هي القضية النهاردة كانت أول جلسة. القضية اللي كنا رفعناها لعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة لأنها أحكام منعدمة وليس لها أي أثر في مواجهة أحكام الإدارية العليا والقضاء الإداري، وبالقضاء بالاستمرار في التنفيذ في أحكام الإدارية العليا والقضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية طيران وصنافير. المحكمة النهاردة دي كانت أول جلسة. هيئة قضايا الدولة طلبت أجل بعد المحكمة ما سمعت مرافعتنا، لكن احنا صممنا على حجزها للحكم. المحكمة استجابت لطلبنا وحجزتها للحكم يوم 6/6 بإذن الله. الدولة اللي مش بتحترم أحكامها بتدعو الناس للفوضى. تنفيذ أحكام القضاء وقيام الدولة باحترام أحكام القضاء هو مدخل للدولة القوية. اللي احنا شايفينه أمام مظهر من مظاهر الدولة الضعيفة. لأن إيه الرسالة اللي أنت بتقولها للناس؟ لما عندك أحكام قضائية واجبة النفاذ بتمتنع عن تنفيذها، مجلس الوزراء بيتجاهلها وبيبعتها للبرلمان، وده في أمر مهم في قضية وطنية تختص بالجزر وتختص بسمعة الجيش المصري وسمعة الشعب المصري. ودي الرسالة اللي مجلس الوزراء وهذا النظام بيوجهها للشعب المصري، إن أحكام القضاء من وجهة نظر هذا النظام ليس لها قيمة. لكن إحنا بنؤكد أحكام القضاء لها قيمة، وهنتمسك باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وعلى الشعب المصري إنه يحافظ على الجزر بتاعته ويحافظ على أرضه.